مشاهدينا السلام عليكم من مركز الأخبار بتلفزيون سلطنة عمان، نحييكم ونقدم لكم أخبار العاشرة ونبدأها بأبرز العناوين. قطاعات الدولة المدنية والعسكرية والأهلية تواصل إصلاح الأضرار التي خلفتها الحالة المدارية في محافظتي ظفار والوسطى. استمرار رحلات الإغاثة الجوية وإصلاح شبكات الكهرباء والطرق المتضررة بالحالة المدارية في ولايتي ضلكوت ورخيوت. تكريم مخترعين عمانيين فائزين بالميدالية الذهبية في المعرض الدولي 29 للاختراعات في ماليزيا. وأما في أخبارنا الاقتصادية مشاهدينا نتابع. التوقيع على اتفاقية لبناء وتشغيل محطة جديدة لمناولة مواد الكسارات والمعادن الصخرية في ميناء صحار. بحثت اللجنة العسكرية الرئيسية لإدارة الحالة الطارئة بقوات السلطان المسلحة كافة الإجراءات القائمة للتعامل مع الآثار الناجمة عن الحالة المدارية ميكونو وإعادة الأوضاع لما كانت عليه، وذلك خلال اجتماعاتها بمقر رئاسة أركان قوات السلطان المسلحة. كما استعرضت اللجنة جدول أعمال اللجان الفرعية والوحدات المنتشرة ميدانيا بالإضافة إلى كافة الإمكانيات الهادفة إلى إرجاع الأوضاع إلى ما كانت عليه وفقا للخطة العامة للجنة العسكرية الرئيسية لإدارة الحالة الطارئة. في إطار استمرار وتواصل الجهود والخدمات التي تقدمها وزارة الدفاع وقوات السلطان المسلحة لدعم وإسناد القطاعات الأخرى بالدولة وخدمة المواطنين والمقيمين بمحافظة ظفار، قامت صباح اليوم إحدى سفن البحرية السلطانية العمانية بعملية نقل مواد تموينية واستهلاكية من ميناء صلالة إلى ولاية ضلكوت. البحرية السلطانية العمانية وفي سعيها المستمر لمساعدة المتضررين في المناطق الغربية من محافظة ظفار، سيرت البحرية السلطانية العمانية إحدى سفن الإغاثة محملة بالمؤن والمواد الإغاثية إلى ولاية ضلكوت. بتعاون من البحرية السلطانية العمانية تم إرسال فريق مسح بحري وفريق القواصين، عملها الفرق أو الفريقين على تمهيد المنطقة، منطقة المراسي لاستقبال السفن. بحمد الله تعالى قهر الأمواج اليوم تكون أول سفينة دخلت ميناء صلالة التجاري، وذلك بعد أن قام فريق المسح البحري بالتأكد من سلامة مدخل الميناء، وهي الآن السفينة تقوم بتحميل مواد غذائية طبية وإيوائية، وذلك استعدادا لتقديمها لإخواننا وأهالينا في منطقة رخيوت وضلكوت. السفينة محملة بكافة المواد الأساسية والمولدات والأجهزة الكهربائية اللازمة لتغطية احتياجات السكان في المناطق المتضررة جراء الحالة المدارية. أبغى أشيد بقوات السلطان المسلحة وشرطة عمان السلطانية والدفاع المدني والمواطنين الذين خلقوا لحمة وتعاون وتكاتف في هذه الظروف الصعبة. وتأتي هذه الإجراءات ضمن خطط اللجنة العسكرية الرئيسية لإدارة الحالات الطارئة بقوات السلطان المسلحة في تسخير كافة القدرات والإمكانات لتوفير الاحتياجات اللازمة للمناطق المتضررة. البحرية السلطانية العمانية تسهم بشكل فاعل في دعم كافة القطاعات الأخرى بالسلطنة بمحافظة ظفار لتوفير الدعم والمساعدة للمناطق المتضررة. الملازم أول ناصر بن خميس الكلباني، ولاية ضلكوت. مساعي حثيثة تبذلها كافة الجهات الحكومية المدنية والعسكرية والأهلية لإعادة الأمور إلى طبيعتها بعد الحالة المدارية. التقرير التالي يرصد لنا تأثر الخدمات الحيوية بالمناطق الجبلية بولاية صلالة نتيجة الإعصار. ما هي حجم الأضرار التي خلفها ميكونو؟ سؤال يطوف محافظة ظفار منذ أيام أخيرة، أن يفيق واحد على سقف منزله مفقودا بعد أن توقع ذلك. سؤال يطوف صلالة المدينة
ليصل إلى أريافها لم ينتظروا الجمعة بقدر ما انتظروا السبت. فمع تلاشي الحالة، كيف هي الحالة بين هذه الروابي؟ هذه نيابة زيك هي أحدى المشاهد في المنطقة. يعلم الجميع أن أغلب هذه البيوت ليست مسلحة بخرسانة إسمنتية لتقف في وجه رياح قدرت بأضعاف العقد تمكنت من اقتلاع الأشجار من جذورها، لذلك اقتلعت كما هائلا من الأسقف والجدران بأقل التوقعات. وحتى هذه الساعات معظم التجمعات السكنية هنا بلا كهرباء ولا ماء، لا بأس في ذلك، وهم يرون الجهود الحكومية المثمرة في إيجاد أسرع الحلول لعودة التيار الكهربائي إلى هذه القرى والتي تعود تدريجيا بين عقارب الساعة. ومع المرور بهذه الأودية الأقرب إلى الخيال بجمالها، إلا أنها لم تكن كذلك حين نزفت عينا مكونو، فقد نزلت الشعاب من هذه المناطق تسببت في إغلاق أغلب الطرق في ظل تواجد الطرق البديلة للوصول. وعلى امتداد الشريط الجبلي لا يمكننا إحصاء ما خلفه الإعصار، ولكن الكل يعمل ليعود كل شيء كما كان. محمد بيت سعيد، محافظة ظفار، ولاية صلالة. ولاية مقشم بمحافظة ظفار شهدت جريان العديد من الأودية جراء الحالة المدارية لإعصار مكونو، نتج عنها تأثير في بعض الخدمات الأساسية، في حين تتواصل جهود مختلف الجهات الحكومية لإعادة الخدمات وإصلاح الطرق الأساسية. رغم مرور عدة أيام على توقف التأثيرات المباشرة للحالة المدارية لإعصار ميكونو، إلا أن الأمطار لا زالت تتساقط بنسب متفاوتة ومتفرقة، ولا زالت السيول والأودية مستمرة في الجريان. ولاية مقشن شهدت هطول أمطار متفاوتة الغزارة جرت على إثرها السيول والأودية، وغمرت المياه العديد من المنازل والمنشآت الحكومية والخاصة. لله الحمد لم تكن هناك خسائر بشرية، إنما بعض الخسائر المتعلقة مثل ما ذكرت ببعض المنشآت وبعض الممتلكات الخاصة. كانت هناك جهود كبيرة وجبارة من اللجان المحلية في الولاية، أيضا بالتضافر والتعاون مع الجهات الحكومية الأخرى، ونشكر الجميع يعني على تعاونهم وعلى دعمهم لأبناء الولاية وللولاية والذي ساعد في الحد من الأضرار. مركز الولاية كان الأكثر ضرراً بحكم وقوعه في منطقة أكثر أماناً، وخدمات الكهرباء والمياه والاتصالات تعمل فيه بشكل جيد. أما نيابة مرسودد التابعة لولاية مقشم فقد كانت الأكثر ضرراً، حيث غمرت المياه كل المنطقة وانقطعت فيها مختلف الخدمات، ولا يمكن الوصول إليها بسبب انقطاع الحركة المرورية على طريق قطبية مرسودد. وكذلك الحال بالنسبة لنيابة مندر ظبيان ومنطقة المنادر ومركز فرشة قطبيت وكذرة قطبيت ونيابة المشاش التي تضررنا من آثار الحالة المدارية، علما أن كافة السكان في تلك المناطق تم إجلاؤهم احترازيا بشكل مسبق. الإجابة كانت يعني في موقع مورد لكل الأودية من شحن حتى تقريبا قبل وادي شليب، هذا الموقع مجتمع كلهن هنا، تجتمع هنا من ثم الانطلاق إلى مقشن. طريق ثمرية قطبيت مقشن لحقت به أضرارا كبيرة مما أدى إلى توقف الحركة المرورية بين ولايتي ثمرية ومقشن، لكن الحركة المرورية بين هيمة وصلالة ظلت متواصلة من خلال طريق هيمة مرمول ثمريت، وباشرت الجهات المعنية العمل على إصلاح الأضرار على طريق مقشن ثمريت حتى تم الانتهاء منه، وهو سالك الآن أمام الحركة المرورية من وإلى ولاية مقشن. رغم الأضرار الكبيرة التي خلفتها الحالة المدارية لإعصار ميكونو، إلا أن تضافر الجهود بين مؤسسات القطاعية العام والخاص والمواطنين ساهمت بشكل كبير في معالجة هذه الأضرار بوتيرة متسارعة حتى تعود الأمور كما كانت عليه من قبل. محمد بن أحمد السليمي المهري، ولاية مقشن، محافظة ظفار. تواصل الجهات الحكومية والأهالي إصلاح الأضرار لطريق صلالة المغسيل والذي تأثر بسبب الأنواء المناخية. التقرير التالي يرصد جانبا من هذه الأضرار والجهود المتواصلة لإعادة إصلاح الطريق.
مرت الحالة المدارية على طريق صلالة المغسيل وكانت هذه الصورة: طرق متأثرة وأعمدة متساقطة وعمل متواصل لإعادة المتأثر بشكل تدريجي. جسر عدونب وجد له طريق مؤقت بديل إلى أن يتم إصلاحه بالكامل. منطقتي افتلقوت ومديم على هذا الطريق تأثرتا بإعصار ميكونو وتساقطت الأعمدة الكهربائية، مما أدى إلى انقطاعها وتضررت العديد من المنازل وتأثرت الأسقف بسبب غزارة الأمطار وشدة الرياح. نحن الناس مضطرين من المي والكرهب، ما مضطرين غير المي والكرهب، والبيوت مكسورات بعض منها، والحيوانات والناس ما فيهم شيء. شفت له والسباقه تجون الحكومه المياه جو مي وجو والجيش جاب بارده واحده، ونحن مرتاحين الحمد لله، ما حد في شيء غير المي والكرهب مضطرين من هذا. اتمنى المي والكرهب يجي بسرعه. اما وادي المغسيل فلا زالت مياه الامطار تجري الى البحر وتخفي الطريق القديم، وجاري العمل ليل نهار من قبل مختلف الجهات الحكومية والأهلية لعمل طريق بديل لتسهيل مرور سيارات الدفع الرباعي من وإلى ولايتي ظلكوت ورخيوت، والعديد منها تعبر هذا الطريق ولكن بصعوبة نظرا لاستمرار تدفق المياه وتأثره بالكامل. بهمة الرجال وبتكاتف الجهات الحكومية والأهلية تتواصل الأعمال لإصلاح ما تضرر بعد هذه الحالة المدارية. سالم زعبنوت المهري من منطقة المغسيل محافظة ظفار. هذا وتواصل بلدية ظفار بالشراكة مع الجهات والقطاعات الأخرى الجهود لإزالة الأضرار ومخلفات الأنواء المناخية. كثفت بلدية ظفار جهودها في التعامل مع الأنواء المناخية التي مرت بها محافظة ظفار خلال الأيام الماضية جراء الإعصار المداري ميكونو، حيث قامت دوائر البلدية بالعمل الميداني وبشق الطرق والعمل على تنظيف أنظمة تصريف المياه الأمطار على بعض الطرق الرئيسية والفرعية نتيجة هطول الأمطار وجريان الأودية، وذلك لضمان فتح طرق أمام الحركة المرورية والعمل على انسيابيتها بأقصى سرعة، وذلك بالتعاون مع بعض شركات القطاع الخاص. باشرنا الأعمال الميدانية سواء بالفنيين والمهندسين والمعدات جميعها في المواقع، وكما نحن نشاهد الآن هذه إحدى المواقع التي نعمل عليها في إعادة الطرق إن شاء الله بإذن الله. الآن الطرق كلها سالكة في مدينة صلالة، من طرق رئيسية ومن طرق فرعية باستثناء بعض الطرق الداخلية التي تجمعت فيها المياه. كما قامت بلدية ظفار بإزالة كافة الأشجار المتساقطة والعوائق على الشوارع الرئيسية وصيانة لوحات الشوارع المهمة جراء الأمطار والرياح القوية، وذلك لضمان انسيابية حركة السير دون حوادث أو عراقيل. مواقع التشجير تعرضت لأضرار كبيرة جدا، يعني بلغت تقريبا حسب الإحصائيات المبدئية إلى 60 إلى 70%. فأول ما نقشعت البادرات الأولى للأنواع المناخية تم تشكيل عدد فرق في مختلف أحياء مدينة صلالة، وبدأ الأخوة جزاهم الله خير بعملية سحب الأشجار المعيقة من طرقات ومن المداخل والممرات والشوارع الرئيسية، ومن ثم واصلوا العمل في تقطيعها وتجميعها على أساس أنه يتم بعدين نقلها يعني إلى أماكن التخلص من هذه الأشجار. ترأس سعادة الشيخ سالم بن عفيت الشنفري رئيس بلدية ظفار رئيس المجلس البلدي لمحافظة ظفار اجتماع البلدية الخامس لمتابعة سير العمل بعد الأنواء المناخية، وقد تم في الاجتماع مناقشة سير الجهود المبذولة من قبل فرق العمل الميدانية في مختلف المواقع والاطلاع على ما تم تنفيذه خلال الأيام الماضية. الجدير بالذكر أن البلدية قامت بتكوين فرق عمل ميدانية وفرق مناوبة، وذلك بالتعاون مع شرطة عمان السلطانية والأجهزة الحكومية الأخرى، وتشكيل لجان وفق آليات خلال الفترتين الصباحية والمسائية. شيئا فشيئا بدأت ملامح الحياة تعود إلى مجاريها بفضل تضافر الجهود الحكومية والخاصة والجهود الأهلية والتطوعية. من مدينة صلالة بمحافظة ظفار، طارق بن سالم النهدي. تواصل الجهود الحكومية والمجتمعية في التعامل مع الأضرار الناتجة من الحالة المدارية. التقرير الآتي يتابع الأضرار التي لحقت بالمزارع في صلالة.
في مدينة صلالة لا شيء هنا يثير اهتمام المزارع إلا مزرعته، هذا ما سمعناه منهم بعد إعادة الكهرباء والطرقات. بالنسبة للمزروعات اللي ضررت أغلبيتها تلخص في محصولي الموز وأيضا الفافاي، مثل ما أنتم شايفين بعض الأشجار طايحة هنا على اليمين وهنا على اليسار. صور من مزارع صلالة أبلغ من الحديث، لم تعد أشجار الموز الخضراء وأشجار النارجيل الباسقة كما كان عهدها قبل ميكونو، فعدد ليس بالبسيط منها سقط أرضا واجتثت من جذورها. بالنسبة لإعادة التأهيل هم أعتقد هم محتاجين أن نجيب محاصيل جديدة ونزرعها مرة ثانية من أول وجديد إن شاء الله، ونتمنى من وزارة الزراعة أنه يعني يكون لها دور في هذا مساعدتنا في هذا الموضوع، ونتمنى من الله التوفيق للكل إن شاء الله. سقطت الأشجار المثمرة، وأمل المزارعين من الجهات المعنية في تسريع وتعجيل تعاملها مع أضرار المزارع. إذن هكذا يبدو المشهد لعدد من مزارع مدينة صلالة بعد إعصار ميكونو، تساقط أعداد كبيرة من أشجار الموز والفيفاي والنارجيل. فمع تواصل الجهود الحكومية والمجتمعية للتعامل مع أضرار الإعصار، فيطمح المزارعون أن تعود مزارعهم إلى ما كانت عليه. من مدينة صلالة بمحافظة ظفار، يوسف بن سعيد الرواحي. قامت الخدمات الاجتماعية العسكرية برئاسة أركان قوات السلطان المسلحة صباح اليوم بزيارة أسر الشهداء والمتوفين وذوي الإعاقة من منتسبي قوات السلطان المسلحة بمحافظة ظفار للإطمئنان عليهم بعد الحالة المدارية للإعصار ميكونو ولتقديم المعونات المادية والمعنوية لهم. وتأتي هذه الزيارة من منطلق الاهتمام والرعاية التي توليها الخدمات الاجتماعية العسكرية برئاسة أركان قوات السلطان المسلحة لأسر الشهداء والمتوفين وذوي الإعاقة من منتسبي قوات السلطان المسلحة. منذ أكثر من 10 أعوام بدأ التعاون بين سلطنة عمان وشركة بي بي لتنفيذ مشروع خزان، أحد أكبر مشاريع الغاز في الشرق الأوسط. وفي العام الماضي أطلقنا المشروع بسلامة وفي الوقت المحدد، وساهمت التكنولوجيا المتطورة التي اعتمدناها في إنتاج حوالي 1 مليار قدم مكعب من الغاز يوميا، مما يساهم في توفير الطاقة اللازمة لسلطنة عمان. وتهدف برامجنا للاستثمار الاجتماعي إلى تمكين الأجيال العمانية القادمة وتطوير قدراتهم، ونفخر بمساهمتنا تجاه التنمية المستدامة في عمان. عمان وشركة بي بي، شراكة تنبض بالطاقة. جوائزنا في القلعة قيمة جداً، كل يوم عندنا لكم 3500 ريال عماني، وكل أسبوع 10000 ريال عماني. أما ليلة العيد عديتنا لكم 20000 ريال. منذ أكثر من 10 أعوام بدأ التعاون بين سلطنة عمان وشركة بي بي لتنفيذ مشروع خزان، أحد أكبر مشاريع الغاز في الشرق الأوسط. وفي العام الماضي أطلقنا المشروع بسلامة وفي الوقت المحدد، وساهمت التكنولوجيا المتطورة التي اعتمدناها في إنتاج حوالي 1 مليار قدم مكعب من الغاز يوميا، مما يساهم في توفير الطاقة اللازمة لسلطنة عمان. وتهدف برامجنا للاستثمار الاجتماعي إلى تمكين الأجيال العمانية القادمة وتطوير قدراتهم، ونفخر بمساهمتنا تجاه التنمية المستدامة في عمان. عمان وشركة بي بي، شراكة تنبض بالطاقة. أهلا
بكم مجددا. احتفت وزارة الصحة اليوم بالمخترعين العمانيين الفائزين بالميدالية الذهبية في المعرض الدولي 29 للاختراعات في ماليزيا من بين أكثر من 1000 اختراع، حيث قام معالي الدكتور أحمد بن محمد السعيدي وزير الصحة بتكريم سالم بن أحمد الحبسي ومحمد بن أحمد الحبسي وسعيد بن أحمد الحبسي، وذلك لتمثيلهم السلطنة من خلال مشروع النظام الصيدلاني الذكي الذي يساعد المريض بشكل عام وكبار السن والمكفوفين خصوصا لأخذ دوائهم بالطريقة الصحيحة من خلال تذكيرهم وتنظيم مواعيد أخذ الدواء. حصلت السلطنة على المركز الثالث عربيا في مؤشر الأمن السيبراني للعام 2018 الذي أعدته أكاديمية الحكومة الإلكترونية في أستونيا، وحازت السلطنة على المركز 61 عالميا في المؤشر حيث حصلت على 32 نقطة، وتصدرت فرنسا المؤشر، يليها ألمانيا وأستونيا وسلوفاكيا وفنلندا وليتوانيا. ويقاس مؤشر الأمن السيبراني على مدى جاهزية البلدان لمنع التهديدات السيبرانية الأساسية واستعدادها لإدارة الحوادث السيبرانية والجرائم المرتبطة بشبكة الإنترنت على نطاق واسع. مشاهدينا الكرام، الأخبار الاقتصادية مع أحمد بن راشد الهنائي. أهلا بكم. وقع ميناء صحار والمنطقة الحرة اتفاقية للقيام بالأعمال الإنشائية والتشغيلية لمحطة جديدة لمناولة مواد الكسارات والمعادن الصخرية في ميناء صحار. المشروع يشمل إنشاء محطة لمناولة البضائع السائبة إضافة إلى تخصيص مساحة تخزينية تقدر ب 200,000 متر مربع، كما سيتم إنشاء محطة مصغرة خلال مرحلة التطوير والمحددة ب20 شهرا، وذلك للبدء بتصدير الصخور المعدنية المجمعة خلال 16 أسبوعا فقط من تاريخ توقيع الاتفاقية. ويتوقع أن تصل طاقة الشحن الإجمالية عند الانتهاء من تشييد المحطة الدائمة إلى 8 ملايين طن متري سنويا. أعلنت وزارة القوى العاملة تعيين 31,332 مواطنا ومواطنة بمختلف مؤسسات القطاع الخاص وبمختلف محافظات السلطنة، وذلك خلال الفترة من 3 ديسمبر 2017 وحتى 21 مايو 2018. وبلغ عدد الذكور الذين تم تعيينهم 21,369 باحثا عن عمل، بينما بلغ عدد الإناث 9,963 باحثة عن عمل. ما الذي يحافظ على أساسات منزلك ويزيد عمره الافتراضي لسنوات عديدة؟ ما الذي يحقق أحلامك ويبني مستقبلك؟ ما الذي تثق به لحماية عالمك مدى الحياة؟ هناك اسم واحد في عمان هو الذي يوفر للمباني القوة والمرونة والثقة في تحملها للهزات الأرضية، وأنت أيضاً يمكنك أن تجعله أساساً لبناء منزلك. حديد بانتر من جندال شديد، حديد ذو جودة عالمية. حديد بانتر، الاسم الذي يعني الثقة مدى الحياة. ارتفع سعر نفط عمان تسليم شهر يوليو المقبل 33 سنتا عن سعر أمس ليبلغ اليوم 74 دولارا و36 سنتا للبرميل، وذلك حسب ما أفادت به سوق دبي للطاقة. وكان معدل سعر النفط العماني تسليم شهر يونيو المقبل قد بلغ 68 دولارا و31 سنتا للبرميل. أقرت وزارة التجارة والصناعة استخدام الغاز الطبيعي المضغوط في المركبات، وأوضحت الوزارة أن المواصفة الجديدة التي تم إقرارها تتعلق بالسلامة والجوانب البيئية وإعادة تزويد الغازات المستخدمة للمركبات على مجموعة كبيرة من القواعد الوطنية المتباينة، مبينة أن تحويل المركبات الحالية التي تعمل بالبنزين لكي تعمل بالغاز لا تتطلب أي تعديل في محرك السيارة، وإنما سيتم إضافة بعض الأجزاء الخاصة بنظام هذا الغاز للأجزاء الأصلية الموجودة بالمركبات.
ختام النشر الاقتصادي يعود إلى حنيفة وبقية الأخبار. سيرى سلاح الجو السلطاني العماني اليوم رحلة خاصة إلى الجمهورية الإسلامية الإيرانية لنقل مواطنة مريضة، وقامت طائرة نقل تابعة للسلاح وعلى متنها طاقم طبي من المستشفى السلطاني مزود بالأجهزة والمعدات الطبية اللازمة وبرفقتهم ذو المريضة بنقل المريضة إلى أرض السلطنة لتلقي العلاج اللازم وتقديم الرعاية الصحية المطلوبة لها. ويأتي تسيير مثل هذه الرحلات في إطار الأدوار والمهام الإنسانية التي تقدمها وزارة الدفاع وقوات السلطان المسلحة لكافة المواطنين والمقيمين على أرض السلطنة جنبا إلى جنب مع باقي المؤسسات والجهات الأخرى بالدولة. في ختام هذه النشرة تذكير بأبرز عناوينها. قطاعات الدولة المدنية والعسكرية والأهلية تواصل إصلاح الأضرار التي خلفتها الحالة المدارية في محافظتي ظفار والوسطى. استمرار رحلات الإغاثة الجوية وإصلاح شبكات الكهرباء والطرق المتضررة بالحالة المدارية في ولايتي ضلكوت ورخيوت. تكريم مخترعين عمانيين فائزين بالميدالية الذهبية في المعرض الدولي 29 للاختراعات في ماليزيا. في ختام هذه النشرة نشكركم على حسن المتابعة وتقبلوا تحيات فريق العمل في مركز الأخبار. في أمان الله.